وهو يقدم ماذا؟ قراءته. والأمر للمسلمين، لمنصفي المسلمين من مختلف طبقاتهم أن يقبلوا بهذه القراءة والتفسير أو يقبلوا بتلك القراءة والتفسير. وأنا أتصور أن هذه المؤتمرات وأن هذه الندوات التي تعقد بشكل مباشر أو غير مباشر للبحث في وسائل التقريب، إخواني الأعزاء، أنا وجدت في الآونة الأخيرة، وهذا واقعا يأسف له الإنسان، أن هناك هجوم مركز على مثل ماذا؟ هذه المؤتمرات والندوات. لماذا أنه تعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات؟ إخواني الأعزاء، الآن الدنيا، العالم وصل إلى الحوار بين حضارات، حضارات مختلفة في أسسها وقواعدها، والآن بدأوا ماذا؟ يجلسون فيما بينهم ليتكلموا، ليجدوا نقاط ماذا؟ اشتراك فيما بين هذه المدنيات والحضارات. فما بالك ماذا؟ بأبناء الإسلام وبأبناء القرآن وبأمة محمد صلى الله عليه وآله، الذي اتفقت كلمتهم على الكعبة وعلى القرآن وعلى النبوة وعلى التوحيد وعلى وعلى وعلى. يا أخي، تعقد فلتعقد مثل هذه الندوات، ولكنه بشرطها وشروطها. ليكون الغرض من هذه الندوات لا سمح الله إضعاف الآخر، تحقير الآخر، تسفيه الآخر، اتهام الآخر، وإنما الغرض ماذا؟ الغرض إيجاد ماذا؟ نقاط الاشتراك. إذن أنا أتصور هذا الذي أنا أطرحه، أريد منه واقعا هذا المنهج، وهو منهج يحاول أن يجد نقاط الاتفاق بين ماذا؟ المدرستين. أما نقاط الافتراق، دكتور، لكل مدرسة أحسنتم. رأيها الخاص، نحن بما عندنا وأنت أحسنتم بي. لكم ما عندكم ولنا ما عندنا. لا أن نضع يدنا على نقاط ماذا؟ على نقاط الافتراق، لنوجد الحاجز النفسي والفكري والثقافي. إذن فرق كبير بين منهج يدعو إلى الفتنة، إلى الافتراق، إلى إيجاد هذا الحاجز النفسي، وبين منهج يدعو إلى التقريب، إلى المودة، إلى البحث عن النقاط المشتركة. وسيجد إن شاء الله تعالى المشاهد الكريم في هذه الحلقات، يعني في مطارحات في العقيدة الإسلامية، إن شاء الله سنتوفر على جملة من هذه النقاط، نقاط الاشتراك بين المدرستين بإذن الله تعالى. أحسنتم كثيرا سماحة السيد. الله يرضى. هنا أيضا يرد سؤال، يعني بعدما تفضلتم من الحديث، يعني أحيانا ترد مثل هذه التساؤلات سماحة السيد، يقول يعني أنتم لماذا تصفون أنفسكم بأنكم مدرسة العترة وأهل البيت عليهم السلام، والآخرون تصفونهم بأنهم مدرسة الصحابة، مع أن الجميع يجب، بل يجب على المسلمين أن يحبوا أهل البيت عليهم السلام، يجلوهم، يعظموهم، فإذا لماذا هذا التفريق؟ تقول نحن مدرسة أهل البيت والآخرون مدرسة الصحابة. أحسنتم. هذا التساؤل واقعا في جملة من التساؤلات التي وردت إلى البرنامج، سواء كان من خلال الموقع أو من خلال الاتصالات أو لعله حتى من خلال المداخلات اللي صارت، أنه لماذا أنتم تحتكرون هذا العنوان لأنفسكم، تقولون نحن من؟ نحن مدرسة أهل البيت، مدرسة العترة، والآخرون كأنه تريدون أن تقولون أنهم ماذا؟ بعيدون عن العترة. أو بالعكس واقعا قد يقول قائل، لماذا تقولون وأنتم واقعا تعادون كل الصحابة؟ وسيأتي الجواب منا مباشرة، لا، ليس الأمر كذلك. أحسنت. نحن واقعا لا نعادي في الأعم الأغلب الصحابة، الصحابة الذين قاتلوا مع رسول الله، الصحابة الذين وقفوا مع رسول الله، الصحابة الذين تحملوا ما تحملوا في بدر وأحد وحنين وإلى ما جاء ذلك. رسول الله ليخلق أعداء ثم يذهب. نعم. والله أنا أستغرب أنه من في بعض الكلمات التي تصدر من هنا وهناك يحاول كأنه يجير قضية الصحابة، صحابة رسول الله، لمن؟ يجيرهم لجهة معينة ولمدرسة معينة. ليس الأمر كذلك. نعم، نحن عندنا وجهة نظر في بعض الصحابة، نقول أنه صدر منهم كذا، نحن لا نتفق مع هؤلاء، كما أنه أنتم عندكم وجهة نظر تقولون أن بعض الصحابة صدر منهم كذا وليس كذلك. حتى بين الصحابة أنفسهم كان هناك اختلاف أو لا يوجد اختلاف؟ نعم توجد اختلافات كثيرة بين الصحابة، حتى بين أولئك الذين تولوا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القضية، وإلا الخليفة الثالث
الذي تولى الأمر بعد رسول الله عثمان، من قام عليه؟ الذين قاموا عليه كانوا من هند وباكستان والسند، كانوا أم كانوا من الصحابة؟ نعم، كانوا من الصحابة، كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا. نعم، وخالفوا صحابيا آخر. إذا القضية نعم، ما أتصور بهذه الطريقة التي يحاول البعض أن يصورها، بهذه الطريقة الساذجة التي يحاول أن يصورها البعض. أما لماذا وقعا؟ وقعا سؤال مهم أنا أتصور أنه لماذا نحن نقول نحن مدرسة أهل البيت، نحن مدرسة العترة، نحن أتباع العترة. والذي مع الأسف الشديد أنا وجدت أنه في الآونة الأخيرة أن كثير من المحاولات تحاول أن توجد ماذا؟ توجد تشكيك في هذا الانتساب. نعم، للشيعة إلى مدرسة أهل البيت وإلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الجواب في جملة واحدة إخوان الأعزاء، نحن إنما نسمي أنفسنا أتباع أهل البيت ونصطلح على أنفسنا أننا مدرسة الصحابة لسبب واضح وبسيط، وهو أننا نحن نعتقد أن الدين لكي نفهم الدين بشكل عام قرآنا وسنة، لكي نفهمه طريقنا لفهم الدين يمر من خلال من؟ من خلال علي وأولاد علي، يعني يمر من خلال العترة، من خلال أهل البيت. أما في فهم القرآن فنفهم القرآن من خلال بيانات من؟ أهل البيت. من خلال بيانات أهل البيت عليهم بالمنهج الذي أنا ذكرته مرارا. أما السنة النبوية فطريقنا إليها يمر من خلال ماذا؟ أهل البيت. من خلال أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هذا لا يعني أننا لا نقبل السنة إذا جاءت من غير أهل البيت، لا، إذا توفرت شروط. أحسنتم دكتور، إذا توفرت هناك شروط الصحة عندنا، لو نقل صحابي ضمن الطرق التي نعتقدها والسند الذي نعتقده في علم الرجال، فإذا أيضا نقبل ماذا؟ ولذا نحن عندنا واحدة من الأنواع الحديث وأصناف الحديث، الحديث الموثق بحسب الإصطلاح، وهو الحديث الذي صاحبه ليس ماذا؟ ليس إماميا، ليس معتقدا بمدرسة أهل البيت، ولكنه شخص صادق، شخص ثقة نقبل حديثه. كذلك فيما يتعلق بالصحابة. ولكن أريد هنا أبين، أنا أشير إلى نكتة مركزية وهذا هو الذي يميزنا عن الآخرين، وهو أنه إذا تعارض عندنا ما صح عن أهل البيت وما ذكر وحتى لو صح عن صحابة آخرين، فيقدم عندنا ماذا؟ أهل البيت. يقدم عندنا أهل البيت، هذا هو المائز الأساسي. أما عند الآخرين، إما التفتوا جيدا إلى هذا الضابط، إما يفضلون الآخرين على من؟ على أهل البيت، كما يصرحون بذلك. هم يقولون أن الأول والثاني والثالث أفضل ممن؟ من علي. من علي أفضل منه علما وعملا وشجاعة وخدمة إلى آخره، ويصرحون بهذا. لا أنا أقوله. وإما يساوون ماذا؟ بين الروايتين، يساوون بين الثلاثة وبين من؟ وبين علي عليه أفضل. نعم، جملة منهم يفضلون عليا على من؟ على الآخرين. يقولون ولكن إمامة المفضول مع وجود جزاك الفضل. الله خيرا. وهذا هو بعض المعتزلة ومنهم ابن أبي الحديد. نعم. إذن القضية الأساسية إخواني الأعزاء في هذا المحور، وهو أنه نحن لماذا نقول أهل البيت مدرسة أهل البيت، نحن أتباع أهل البيت، والآخرون ليسوا كذلك؟ لأنهم صرحوا أنهم إما علي وأهل بيته. الآن أنا أتكلم في علي، لا أتكلم في أهل بيت علي، الأئمة الآخرين بحثهم سيأتي. إما أن علي بالنسبة إليهم يساوي ماذا؟ الآخرين. نعم. وإما أن علي ماذا؟ أقل منهم. أقل منهم. نعم. أما نحن نعتقد إذا أنه وقع التعارض فالمقدم من؟ أهل البيت علي. انظروا ماذا يقول ابن أبي الحديد، هذا الذي يتهمونه هنا وهناك بأنه هو ماذا؟ هو من الإمامية. انظروا ماذا يصرح في أول مقدمة كتابه، في أول مقدمة كتابها كذا يقول في شرح نهج البلاغة صفحة 35، هذه عبارته، يقول: اتفق شيوخنا كافة المتقدمون منهم والمتأخرون والبصريون والبغداديون على أن بيعة أبي بكر الصديق بيعة صحيحة شرعية. نعم. بينك وبين الله، هذا إمامي، هذا
لكن أي منهج أعرج وأي طريقة عرجاء هذه؟ إذا وجدتم أن أحد يتكلم عن فضيلة من فضائل علي تتهمونه بأنه ماذا؟ شيعي إمامي، بأنه شيعي، مع أنه يصرح بأنه خلافة الأول كانت ما هي؟ شرعية صحيحة، صحيحة، وأنها لم تكن عن نص. هذه بالأخير حاولوا بعض المحدثين أنه لا يرجعوها إلى ماذا؟ إلى قضية النص، لأنهم وجدوا ليس من المنطقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يترك الأمة بلا راع وبلا وال وبما مسؤول، وأن الأول حرصه على الأمة يكون أكثر ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا بعد نتيجة ما يقولون أن الأول، أن الخليفة الأول كان حرصه على الأمة وعلى مسؤوليات الأمة أكثر ممن؟ بدليل أنه عهد إلى لا أقل أشار إلى شخص، ورسول الله ماذا؟ ولذا هم ذهبوا الآن بدأوا يستحدثون له نظرية جديدة، وهي نظرية أن رسول الله نص على من؟ على أبي بكر، أو أشار على فلان، على الأحوال. ثم يقول: واختلفوا في التفضيل، فقال قدماء البصريين، عندنا وقت دكتور لو؟ نعم إن شاء الله. فقال قدماء البصريين كفلان وفلان، أبي عثمان وأبي إسحاق النظام والجاحظ وفلان وفلان وفلان، أن أبا بكر أفضل من علي، وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلاف. نحن حديثنا مع من عندما نسمي مدرسة الصحابة؟ نعم. هؤلاء إذن يفضلون الصحابة على من؟ على الإمام. وإذن بطبيعة الحال إذن أنا ماذا أسميهم؟ أسميهم مدرسة أهل البيت أو مدرسة الصحابة؟ مدرسة الصحابة، طبيعي. هذا هو منهجهم. نعم. وبعضهم قال ماذا؟ بالتساوي. نعم، ابن أبي الحديد وجملة معه يقول: وأما نحن فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون من تفضيله، يعني تفضيل علي عليه أفضل الصلاة على ماذا؟ على الأول والثاني والثالث. وقد ذكرنا في كتبنا الكلامية ما معنى الأفضل، وهل المراد به الأكثر ثوابا أو الأجمع لمزايا الفضل والخلال الحميدة، وبينا أنه عليه السلام أفضل على التفسيرين. نعم. هذه ولكن جماعة من البغداديين. أما المنهج العام هو منهج ماذا؟ التفضيل الثلاثة، منهج التفضيل الأول والثاني، ولذا بطبيعة الحال أنا أسميهم مدرسة ماذا؟ الصحابة. مدرسة الصحابة. ولكنه هنا بودي حتى أثبت هذه الأفضلية عمليا دكتور. تفضل. البعض قد يقول بأنه خب هذه صحيح، أنه هم قالوا بالأفضلية نظريا، ولكن من الناحية العملية ساووا ماذا؟ بينهم، بين الصحابة، ولم يغمطوا ولم يبخسوا حق أحد منهم من الصحابة، ومنهم علي عليه أفضل الصلاة والسلام. اهتديتم اهتديتم أحسنتم، ولكن الواقع ليس كذلك، وهذه النقطة المركزية في هذه الليلة التي أريد أن أقف عندها جيدا. نعم. أدخل في البحث دكتور لو؟ إذا يعني تسمحون بعد الفاصل حتى يكون الحديث من أوله تماما. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. فرض من الله في القرآن أنزله. تحية من جديد لكم مشاهدينا الكرام، ولسماحة الله سيد كمال الحيدر، مرحبا بكم. سهلا. نعم. في تفضل. الواقع بأنه أنا أريد أن أذكر شاهدا عملي من الناحية الحديثية يثبت أنهم لم يعتنوا بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلا عن اعتنائهم بمن؟ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مع أن حديث الثقلين يقول لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ولكن اعتنوا بهم أو لم يعتنوا؟ لم يعتنوا، خالفوا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكفي أن أخذ شاهدا واحدا من الناحية التاريخية، يكفي أن أقف عند كتاب أو عند صحيح البخاري. تعلمون أن صحيح البخاري باتفاق كلمتهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، وهم أحرار أن يجعلوه أصح كتاب بعد كتاب رسول الله، بل أن يجعلوه أصح حتى من كتاب رسول الله. هم أحرار في أن يقولوا ما يشاءون،
ولكنه هذا يلزمنا أو لا يلزمنا بشيء. لا يلزمنا، لأنه نحن لا نعتقد أن هذا الكتاب أصح كتاب بعد، كما هم لا يعتقدون بمصادرنا ولا يقبلون بصحتها. وهذه ولذا أنا ركزت في البحث الأول دكتور أنه لابد أن نجد النقاط ماذا المشتركة بين المدرستين. انظروا إلى هذا الكتاب اللي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله، من الأشخاص نقل عن كثيرين البخاري، ومن الذين نقل عنهم من ابن أبو هريرة. نعم. الآن أنا ما أريد أدخل في شخصية أبي هريرة، وأنه من هو ومتى أسلم، وما هي سنخ أحاديثه، وماذا قال، وماذا كان ميله، كان مع الأمويين، كان مع علي، كان مع الصحابة، كان ينقل عن كحب الأخبار، كان لا ينقل عن اليهود. هذه أبحاث مفصلة عرض لها جملة من الأعلام، ولكنه ما يعنيني هذا الحديث. في صحيح البخاري في كتاب النفقات الباب الثاني، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، الرواية قال عن حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة قال قال النبي أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. هذا النص ينقله عن رسول الله. ثم توجد إضافة تقول المرأة، هذه في إضافة ماذا؟ نعم. طبعا في النص منقطع عن الحديث، ولكنه إضافة. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني إلى من تدعني. فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله؟ هاي التتمة. قال لا، هذا من كيس أبي هريرة. إذن البخاري ينقل نص أنه أن أبا هريرة كان يدعي أن له كيس يستخرج منها ماذا؟ أحاديث أو نصوص. هسه ما أريد أقول أحاديث حتى. هسه الآن أنا لست بصددي أن هذه القراءة أو التفسير الذي يقدمه مدرسة الصحابة لهذا النص ما هو، الآن لا أدخل فيه. ولكن هذا الإنسان الذي فيه هذا الكلام، أولا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، من هو أبو هريرة؟ رشيد رضا اللي هو مقرر كتاب تفسير المنار لمحمد عبده اللي هو من العلماء الكبار، هناك في ينقل محمد أبو رية في أضواء على السنة المحمدية صفحة 201 نص ينقله عن أبي هريرة، أقول عن رشيد رضا. يقول وقال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله في ذلك، من ده يقول؟ أبو رية. أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية. نعم. المطبوع في دار المعارف في مصر الطبعة الثالثة. نعم. هناك هذه نص عبارته، وهو من علماء مصر. أحسنت. نعم. يقول لو طال عمر عمر حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة. أنه كان يمنعه من قول الأحاديث، كان يمنعه لأنه كان يعرف أنه أبو هريرة من أين ينقل ماذا؟ لا. هذه الأحاديث. أنقل كلام آخر، كلام أيضا ينقله في صفحة 203 عن أبي قتيبة. قال ابن قتيبة في صفحة 203 من أضواء على السنة في تأويل مختلف الحديث أنه لما أتى أبو هريرة من الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي بمثله من صحبه من جلة أصحابه والسابقين الأولين، اتهموه وأنكروا عليه وقالوا كيف سمعت هذا وحدك ومن سمعه معك، وكانت عائشة رضي الله عنها أشدهم إنكارا عليه لتطاول الأيام بها وبه. نعم. باعتبار أنه عاشت معه، كان من المعمرين. نعم. تمام. نعم. هذا كلام من؟ كلام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أنه كان، ولذا يقول أنه أول من اتهم بالوضع من كان؟ أبو هريرة. نعم. هذا أيضا كلامه. هسه الآن أنا بودي أن المشاهد الكريم، هذا الشخص أنا لا أقول ما
معروف واضح لا أقول الله يعلم لا أقول هذا الكلام، ولكن أقول هذا الإنسان المختلف في شأنه وصدق الحديث. يقول محمد أبو رية في كتابه أضواء: أجمع رجال الحديث على أن أبا هريرة كان أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله، على حين أنه لم يصاحب النبي إلا عاما وتسعة أشهر. وأبو رية مثبت هذا المعنى. نعم أبو هريرة هو يدعي أنا لا صاحبته ماذا؟ ثلاث سنوات. هسه سواء قبلنا ثلاث سنوات أو قلنا بما يقوله أبو رية سنة وتسعة أشهر. يقول: وقد ذكر أبو محمد بن حازم عن أبي هريرة أن أبا هريرة نقل أو روي عنه 5374 رواية حديثا، والبخاري نقل من هذه 5000 رواية 446 ماذا؟ حديثا. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن هذا الشخص الذي هو مختلف في شأنه من يعتمد عليه؟ البخاري. والواقع أنا لا الآن لا أقول لماذا أن البخاري يعتمد، ولكنه عند ذلك نحن الذين توجد عندنا رؤية خاصة عن أبي هريرة، بعد نستطيع أن نعتمد على البخاري أو لا نستطيع. من حقنا أن نقول أننا لا نستوثق ما يقول في البخاري. نعم هم يثقون به، هم أحرار، ولكنه لا يمكن أن يقولوا نحن ننقل أحاديث من أصح كتاب. نعم عندكم هو أصح كتاب، ولكنه نحن توجد عندنا مشكلة. التفتوا جيدا، فلأضيف النقطتين ثلاثة دكتور إذا تسمح لي، الوقت يسع لي. في صفحة أيضا 224، وعجيب هذا المعنى، محمد أبو رية بعد أن ينقل هذا المعنى يقول بأنه وبقي أن تعرفه، بعد أن ينقل بأنه أبو هريرة كم رواية نقل وكم صاحب رسول الله وأن البخاري كم رواية ينقل من هذه الروايات، يقول وبقي في صفحة 224: وبقي أن تعرفه مقدار ما رواه الذين سبقوه بالإيمان من الصحابة. نعم. وكانوا أدنى منه إلى رسول الله، وأعلم بالدين، وأبعد في الفضل والجهاد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، وقضوا مع الرسول سنين طويلة لنرى كم روى كبارهم من أحاديث رسول الله. يقول أنت بهذا الميزان سوف تشخص بأنه هذا الرجل عندما نقل 5000 رواية وهؤلاء لم ينقلوا إلا هذه الروايات، تعرف بأنه واقعا يشك في هذا النقل من أبي هريرة أو لا يشك. نعم. يقول فهذا أبو بكر، فهذا أبو بكر أول الرجال إسلاما بعد علي كما يعتقد أبو رية، وشيخ الصحابة جميعا، وقضى مع النبي ما قضى بمكة والمدينة، وكان نسابة العرب. ترى كم من حديث رواه؟ قال النووي في تهذيبه: روى الصديق عن النبي 142 حديثا. هسه انظر الفاصلة 50 ضعف، 142 وهذاك 5000 وماذا؟ 374. شوفوا الفاصلة أين؟ وقعا لا يصدقها يعني الإنسان. كان الصديق لا يسمع حديث رسول الله طوال هذه المدة، كأنه فقط قبل إسلام أبي هريرة. أورد السيوطي منها في تاريخ الخلفاء 104، وله أبو بكر الخليفة الأول، وله في البخاري فقط 22 رواية مقابل 400 ونيف. في 400 يعني لا أقل من 20 ضعفا روايات أبي هريرة أكثر من روايات من أبي بكر. هذا بيودي أن المشاهد، والحكم للمشاهد، واقعا لا أريد أن أعلق شيئا، ما رواه عن عمر. يقول أبو رية: يقول أسلم سنة 6 وظل مع النبي إلى آخر حياته، ومن قوله: كنت وجارا من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وبرغم ذلك لم يصح عنه إلا حوالي 50 حديثا كما أثبت ذلك ابن حزم. طيب التفت، 50 ونسبة إلى 5374 يعني 100 ضعف، أكثر من 100 ضعف يعني.
شيء لا يصدقه الإنسان، ومع ذلك يريد جماعة، تريد مدرسة، يريد اتجاه أن يقول هذا أصح كتاب بعد ماذا؟ بعد القرآن. هو حر أن يقول، ولكنه لا 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 يلزم الآخرين بما يعتقد. ما رواه عن علي، يا أخي والله إنسان يستغرب، علي سلمنا معكم جدلا وجدلا وجدلا أنه هو من؟ هو الرابع. نعم. ما رواه أول من أسلم وتربى في حجر النبي وعاش تحت كنفه من قبل البعثة وظل معه إلى أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، لم يفارقه لا في سفر ولا في حضر، وهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، شهد المشاهد كلها سوى تبوك، فقد استخلفه النبي على المدينة فقال يا رسول الله أتخلفني أو تخلفني في النساء إلى آخر. قال هذا الإمام الذي لا يكاد يضارعه أحد من الصحابة جميعا في العلم، والروايات هم ينقلون أعلمكم من؟ علي. علي. أقضاكم من؟ علي. علي. قد أسندوا له كما روى السيوطي 58 حديثا، حديث في مقابل 5000، 5000 مئة ضعف وبإقرار أبي هريرة أنه لم يسلم إلا ماذا؟ لم يعاصر الرسول إلا 3 سنوات. الرواية موجودة في البخاري. نعم. بإمكان الإخوة يرجعون هسه في البخاري أو غير البخاري، لا هو بإقراره المهم. هو بعد فتح خيبر الإجماع لم يصح منها، التفت جيدا، 58 حديثا، وقال ابن حزم لم يصح منها إلا 50 حديثا، التفت، ولم يروي البخاري ومسلم مجتمعين إلا نحو من 20 حديثا. من علي صحيح مسلم وصحيح البخاري ينقلون جيد، يعني لعل البخاري 10 وذاك مثلا، بس المهم فليكن يكون كل منهم 20 ما عندنا مشكلة. نعم. كيف يمكن أن نقول بأن هؤلاء ساووا بين الصحابة في النقل، مع أنه من الناحية الواقعية ومن الناحية التاريخية لا أقل فليعلموا أن عليا هو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله أنه مطهر في القرآن. نعم. لم يذكر داخل في آية التطهير، هذا لم يختلف فيه أحد. نعم الاختلاف في أنه نساء النبي داخلين في أهل البيت أو ليسوا داخلين، ذاك خلاف آخر. نعم. ولكنه فيما يتعلق بعلي أنه ماذا؟ من أهل البيت باتفاق كلمة علماء الكبير أهل البيت وسيد أهل البيت. لم يختلف أحد في ذلك. نعم. واقعا هو عدل القرآن الكريم، تارك فيكم ما أن تمسكتم كتاب الله وعترتي أهل البيت. البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ينقل منه كم؟ 20 رواية، ولكن ينقل عن أبي هريرة ماذا؟ 400 رواية، 446 رواية، يعني 20 ضعفا. أنقل لك أكثر من ذلك. أما عثمان قد روى البخاري له 9 أحاديث ومسلم 5. الزبير بن العوام، هؤلاء العشرة المبشرة، هؤلاء أقرب الناس صحابة كما يعتقدون أولئك من ماذا؟ من رسول الله. الزبير بن العوام روى له البخاري 9 أحاديث ومسلم حديث. طلحة بن عبيد الله روى له البخاري 4 أحاديث. عبد الرحمن بن عوف روى له البخاري 9 أحاديث. أبي بن كعب له في الكتب 66 حديثا فقط. زيد بن ثابت روى له البخاري 8 أحاديث، واتفق الشيخان على 5. سلمان الفارسي أخرج له البخاري 4 أحاديث ومسلم 3. وقد ثبت أن كثيرا من الصحابة لم يروا عن النبي أساسا، لم يروا عنهم ماذا؟ شيئا. طبعا أنا بودي أن يعلم المشاهد الكريم، رواة البخاري ومسلم قد بلغوا 2400 راوي. نعم. بمن فيهم الخوارج والشعراء. هسه بيني وبين الله لا أريد أن أعلق دكتور، الله يعلم. نعم. يعني مو أنه هسه الآن أضيف نقطة إذا عندي وقت دكتور ويسمح لي توجد 5 دقائق أحسنتم. نعم. بودي أن أشير إلى هذه القضية أيضا. طبعا فيما يتعلق برجال الصحاح، أنا بودي أن أهل التتبع وأهل الاطلاع والأهل المطالعة فليطالعوا هذا الكتاب الإفصاح عن أحوال الرواة الصحاح، صحاح للمظفر، الشيخ محمد حسين المظفر، الشيخ محمد حسن المظفر المتوفى سنة 1375 من الهجرة، حدود 55 سنة فيما مضت، في 4 مجلدات تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 4 مجلدات. هذا الرجل حاول أن يستقرأ كل رواة ماذا؟ الصحاح الموجودة
ليتعرف الإنسان على الرجال الذين اعتمد عليهم واقعا كانوا على ما ينبغي أم لم يكونوا. إذا تسمح لي دكتور تفضل. أنا أريد أن أشير إلى قضية واحدة باقية وأنهي البحث، وهو أنه إذا جئنا إلى أولاد علي، يعني من؟ يعني ابتداء والحسين. الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والباء والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، أما الثلاثة الأواخر يعني الجواد والهادي والعسكري كانوا معاصرين لمن؟ للبخاري، ولم ينقل عنهم رواية ماذا؟ واحدة. وأما الرضا فلم ينقل عنه، وأما الكاظم فلم ينقل عنه، وأما الصادق الذي هو أبو المذاهب وأستاذ الجميع عرفت شو؟ وشهد له بالصدق، نقل عن بعض تلامذة الإمام الصادق ولكن لم ينقل ولا رواية واحدة عن من؟ عن الصادق، عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فلذا سيد الطبطبائي واقعا وأيضا كتاب قيم آخر أنا أنصح الإخوة بمطالعته، تأملات في الصحيحين، دراسة وتحليل لصحيحي البخاري ومسلم، تأليف محمد صادق نجمي والذي عربه السيد حسن مرتضى القزويني. بودي أن الإخوة يراجعون هذه دار العلوم مطبوع هذا الكتاب. أنا فقط أشير إلى بعض الرجال الذين اعتمد عليهم. طبعا هسه لماذا لم ينقل عن الإمام الصادق؟ واقعا لو تنظرون إلى بعض الاعتذارات الواردة، لأنه الإمام الصادق البخاري عاش بعد الإمام الصادق بمئة عام تقريبا، نعم، يعني هو 256 وشهادة الإمام الصادق ماذا 146 أو 148، نعم، حدود الفاصلة كم؟ يعني قرن من الزمان، تقريبا قرن من الزمان لم ينقع عنه، ولكن عاش، ومع أنه عاش في الحجاز 6 سنوات، يعني مركزي ما نشره ما نشر فيه العلم إمام الصادق، ولكن لم ينقل منه رواية واحدة. في هذا الكتاب يقول المتتبع هذا المؤلف محمد صادق نجمي، يقول أن البخاري ومسلم يرويان ل26 شخصا يحملون اسم الحسن ليس بينهم ريحانة رسول الله، الحسن المشتبه، وينقل و23 يحملون اسم موسى ولكن ليس بينهم الإمام موسى الكاظم، و39 يحملون اسم علي لا تجد بينهم اسم الإمام علي بن موسى الرضا. هذا هو الأسلوب الذي اتبعه هؤلاء. وأختم حديثي بكلام لسيد الطباطبائي قدس الله نفسه في تفسير القيم، تفسير الميزان، إذا يسمح للمخرج دقيقة أو دقيقتين وإن شاء الله أكون بخدمة الإخوة المتداخلين. السيد الطباطبائي في الميزان في المجلد الخامس صفحة 274 له كلام آخر في هذا المجال بيودي أن يستمع إليه المشاهد الكريم. يقول أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي شيئا يذكر، وأما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه إن أحصي 100 رواية في تمام القرآن، مع أن السيوطي يقول بأنه أنا جمعت 17,000 رواية في تفسير القرآن، ولكن لم ينقل علي عن علي إلا ماذا؟ إلا 100 رواية. تلتفتون إلى كان آخر الخلفاء وامتد به العمر ورواياته وصلت إلى الناس. أنا لا أعلق، فقط أترك التعليق للمنصف المشاهد من أي جهة ومدرسة كان. يقول فلعل المنقول، وأما الحسن فلعل المنقول عنه لا يبلغ 10 روايات في تفسير القرآن، وأما الحسين فلم ينقل عنه شيء يذكر. نعم، يظهر أن المداخلات نعم سماحة سيد أحسن لا تتوقف. نعم، إذن نستأذنكم في إدخال اتصالات. الأخ عبد الله من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. حياكم الله، تفضل. حياكم الله. كيف حالك؟ صوت ضعيف. نعم يسمع إن شاء الله. أرفعوا صوتكم أخ أبعد أخ عبد الله. الاستوديو يقول لهم جماعة الصوت صوت ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك سيد؟ مرحبا بكم. طيب ان شاء الله. اخي العزيز السلام عليكم. نسمعكم يا اخي الكريم، تفضلوا. نعم،
بس حبيت نسمع صوتك ونبغي دعواتك يا سيد. إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم، الله يتقبل أعمالكم، وفقكم الله لكل شيء. شكرا للأخ. الله يحييكم. مرحبا بكم. شكرا للأخ عبد الله. معنا الأخ أحمد من فرنسا، تفضلوا أخ أحمد. ألو. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ مرحبا بكم. أنا من متتبع برامجكم والله، وإنها فعلا برامج شيقة. نعم. لأنني أريد أن أفهم ديني وأتعلم منكم ومن جميع المسلمين، ولكن حينما أسمع فضيلة الشيخ يقول الأول والثاني والثالث ولا يسميهم، أنا لا أعرف لماذا، لأنني عشت هنا في فرنسا ولم أعرف ما هو المذهب الشيعي ولا السني ولا إلا بعد ظهور الفضائيات. طيب. ولدي عقل، وأظن المجاهدين أجمعين لديهم عقول، يريدون أن نفهم ماذا جرى. وحينما أرى القنوات الشيعية، واسمحوا لي على هذا الاسم، كلهم يتكلمون في الأمويين والعباسيين فقط. لم أسمع قناة شيعية تتكلم عن الزكاة والصوم والمعاملات، دائما الأمويين العلويين وكذا وكذا. لا أعرف لماذا، أفهمون يا إخوان. وحينما تكلم الشيخ عن مذهب الصحابة ومذهب آل البيت، يعني أهل السنة والجماعة يعني يعبدوا يتمسكون بالصحابة ويكرهون أهل البيت؟ والله والله لا، أنا لم أرى في حياتي شخصا يسب أهل البيت أبدا من أهل السنة والجماعة، كلهم متمسكون بأهل البيت، ولكن ليس على الطريقة الشيعية، متمسكون بأهل البيت والصحابة أجمعين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد صراحة من الشيخ أن يقول لي، هل أبو بكر وعمر وعثمان خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أريده بدون غمز ولمز، أريد أن أعلم هل أبو بكر وعثمان وعلي خانوا رسول الله وأخذوا السلطة بالقوة؟ نريد أن نعلم. طيب. نحن هنا في فرنسا وفي شمال إفريقيا لا نعرف من نصدق. طيب وصلت فكرتكم. نعم. خلي طيب. كمل. نعم تفضلوا. نريد أن نعرف من فضلكم وبارك الله فيكم. شكرا حياكم الله. معنا الأخ حسين من العراق، تفضلوا. فقط دكتور شوفوا الوقت اللي باقي حتى لا يكون تطول الأسئلة وما نستطيع أن نجيب. إذن هذا آخر اتصال، الوقت قصير جدا. نعم. تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. احنا نريد نسأل السؤال. نعم. سؤال السيدنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا والله بكم. والله احنا يا سيدنا هواية من كربلاء من أرض الإمام الحسين. طيب. أنا عندي سؤال واحد أحب أسمع جوابه من عندك شخصيا. طيب. لماذا لم يذكروا أئمة أهل البيت بأحاديثهم؟ لماذا؟ واضح. طيب واضح السؤال. حياكم الله. طيب إذا يمكن الاكتفاء دكتور رجائي. نعم تفضل نكتفي بهذا. أما ما يتعلق بسؤال الأخ أحمد من فرنسا، في الواقع أنه كما يقول الأخ العزيز، نحن لا يمكن أن نجد مسلما لا يحب أهل البيت، وإلا من لم يصلي عليهم لا صلاة له. هذه من فرائض المسلمة ومن ضروريات الإسلام، محبة أهل البيت عليهم. وقد طرحت في السؤال هذه القضية. نعم نحن قلنا مرارا وتكرارا، لا يمكن لأحد أن يبغض أهل البيت، وإلا لو أبغضهم ولم يودهم ولم يحبهم لخرج عن ملة الإسلام. وهذا هو الفارق الأساسي بين حب أهل البيت وبين حب ماذا؟ حب الصحابة. حب الصحابة ليس الأمر كذلك، لأنه لم يدل دليل قطعي على حب جميع الصحابة بهذا الشكل. أما فيما يتعلق بأهل البيت، بنص حديث الثقلين وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي
حوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن الحق معك أخي الحجيز ونحن أيضا لا نخالف. إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف نحن نعتقد أنه يجب اتباعهم في فهم الدين لهم وليس إلا. أما غيرهم من الصحابة يعني غير علي من الصحابة يعني الخليفة الأول الخليفة الثاني الخليفة الثالث حتى يتضح لك بأنه لست قاصدا شيء يعني أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء الذين تولوا الأمر والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نحن نقول أن هؤلاء كمدرسة أهل البيت لم يدل عندنا دليل قطعي يثبت لنا أنه لا بد أن نأخذ الدين ماذا منهم ولو ثبت لأخذنا الدين عنهم. هذه القضية الثانية أخي العزيز. القضية الثالثة التي أشرت إليها وبصريح الكلمة اطمئن سوف لن أذهب يمينا ويسارا. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى نعتقد هسه تقول ما هو دليلك هذاك حديث آخر. أنت سألتني سؤال جيد جدا يعني تريد مني الفتوى تريد الفتوى من الشيخ الآن أما الدليل استمع إلى هذه الحلقات لعله إن شاء الله سيتضح. أخي العزيز نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى نصب عليا لا أن رسول الله نصب الله نصب عليا للإمامة والخلافة من بعده على المسلمين بلا ريب عندنا. تقول أنه الخليفة الأول والثاني والثالث خانوا أو اجتهدوا. هنا توجد اتجاهات وقراءات متعددة. قراءة تقول أنهم اجتهدوا وتصوروا أن رسول الله ماذا لم ينصب عليا هذه قراءة. وقراءة أخرى تقول لا أن هؤلاء كانوا يعلمون أن الحق مع علي ومع ذلك غصبوا الخلافة من علي. إذن القضية المركزية إخوان أخي العزيز من فرنسا الأخ أحمد القضية الآن لا يهم كثيرا خانوا أو لم يخونوا. القضية المركزية أن الخلافة بالحق والنص والنصب والجعل هي لمن؟ لعلي علي. هذا اعتقادنا. أما مدرسة الصحابة ماذا تقول؟ تقول ليس الأمر كذلك. والفرق بيننا وبينهم ليس مسألة المحبة حتى تقول أننا نشترك في المحبة. مسألة الإطاعة مسألة الاتباع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونحن نعتقد أن أولي الأمر ليس له مصداق إلا من إلا علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحسنتم كثيرا. نعم إذن شكرا لكم. الظاهر أن الوقت قد انتهى سماحة السيد. إن شاء الله نكمل الحديث إن شاء الله. وأيضا يعني الأخوة سنلتقيكم يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى في برنامج الأطروحة المهدوية. نشكركم ونشكر سماحة الله السيد كمال الحيدري وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيدي.